غانغا انا جبت لك شاي. كاشيش كاشيش انا قلبي مو مرتاح، حاسه صاير شيء ما عاد فيني اتحمل. طيب خطرت لي فكره، ليكي رح جرب اتصل بانست كارينا وحاكيها، هيك بيطمن قلبي. يلا يلا بسرعه يا اولاد. لحظه لحظه، يلا اطلعي يا ابني. الو الو الو، كيفك مدام؟ غانغا عم تحكي اما لكارينا، اذا بتريدي فيني احكي مع بنتي. ايه لحظه. كارينا 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 كارينا. شو مدام شو صاير؟ وينك كارينا؟ ليش ما عم ترد عليكي؟ بنتي ما انا جنبك هلا، شو عم يصير؟ لا تخبي عني، شو القصه مدام؟ ايه لحظه لحظه لشوفك. ايه احكي بلافي، كارينا رفيقتك مو مزبوط؟ وينها؟ ايه يا انسي صح، بس بصراحه كارينا بقيت ورا. شوفي كارينا ضاعت منك، وينها؟ وين ضاعت؟ لا انا ما تركت ولا ولد وكلهم معنا هلا، بس صار معنا حادثه كتير غريبه. حادثه؟ شو يعني؟ شو صاير مدام؟ شو القصه؟ سمعنا صوت اطلاق نار بقلب الغابه، فورا جمعنا الاولاد واخذناهم لنرجع على الباص، والظاهر كارينا ضايعه. الظاهر كارينا بقيت بالغابة. انتي طلعي الولاد وروحي معهم، وانا رح ارجع لهونيك ودور على كارينا بالغابة. ايه ماشي، يلا بسرعة، يلا يا أولاد، يلا يا أولاد بسرعة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.